أهلا بكم من جديد. أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث أن المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في مدينة الحديدة ربما تبدأ اليوم أو غدا. وقال جريفيث خلال جلسته إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في اليمن، قال إن مستوى العنف انخفض في الحديدة بسبب تنفيذ اتفاق السويد. We have made some significant progress. لقد حققنا تقدما كبيرا في تنفيذ اتفاقات ستوكهولم، وأكدت الأطراف المعنية لي ولرئيس بعثة المراقبين مايكل لولزغارد موافقتهما على المرحلة الأولى لخطة إعادة الانتشار في الحديدة. الأطراف وافقت تحت قيادة الفريق لولزغارد على إعادة الانتشار في مينائي صليف ورأس عيسى كخطوة أولى، لتتبعها إعادة انتشار في الحديدة، وذلك سيسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى طواحين البحر الأحمر، إذ تتكدس أطنان من الحبوب بانتظار توزيعها على اليمنيين. إلى ذلك أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها المشروطة على اتفاق الحديدة الذي توصلت إليه الأمم المتحدة مع طرفي النزاع بعد مفاوضات استمرت أكثر من شهرين. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصدر من الوفد الحكومي قوله إن الوفد اشترط توقيع الاتفاق حزمة واحدة، بما في ذلك الانسحاب من المدينة وإعادة السلطة المحلية السابقة لإدارتها، إضافة إلى إعادة قوات الشرطة والأمن المحلي وإدارة الموانئ وخفر السواحل كما كانت قبل سيطرة الحوثيين. خطة إعادة الانتشار في الحديدة متعثرة ولم تنفذ على الفور، كما أكد ذلك الاتفاق المعلن أمميا. الطرفان المعنيان بهذا الانتشار ماضيان في تبادل التهم، فالحكومة الشرعية تتهم من قبل الحوثيين بالعرقلة، بينما يؤكد الحوثيون من جانبهم استعدادهم لفسح المجال أمام خطة الانتشار وانتظارهم إشارة فقط من كبير المراقبين مايكل لولزغارد. أما الجانب الحكومي فيعتبر اتهامه بالعرقلة محض افتراء، معززا موقفه بالقول إن المرحلة الأولى من الخطة تقضي بانسحاب الحوثيين أولا من الموانئ، وأبرزها ميناء الحديدة الاستراتيجي منفذهم على البحر الأحمر. الجانب الحكومي أيضا وفقا لعسكر زعيل العضو المفاوض يصف ما يحصل حاليا بمسرحية هزلية، ويتمسك بمطالبه المتعلقة بانسحاب الحوثيين أولا وتسليمهم إدارة هيئة موانئ البحر الأحمر وقوات خفر السواحل الرسمية والأمن وخروج المشرفين الحوثيين وكل من تم تعيينه بقرارات حوثية وعودة الموظفين الذين تم إقصاؤهم إلى أعمالهم. وبين إعلان الاتفاق واستمرار بروز مواقف الاختلاف، يبقى ملف الحديدة عصيا على الحسم غير قابل للتنفيذ على الأرض، إلى أن يتمكن المجتمع الدولي من إلزام الأطراف بالمضي في تطبيق التزاماتهم السابقة. هذه المباحثات سواء كانت على البر أو سواء كانت على البحر ليست يعني نقاط واضحة تحدد الآليات ويتفق عليها الطرفين وتكشف في وسائل الإعلام، إضافة إلى أن أيضا دور الأمم المتحدة في هذا الجانب مبهم، يجب عليها أن تحدد من هو المعرقل لهذه الإجراءات. للتذكير، فإن الأمم المتحدة سبق وأعلنت عن اتفاق الطرفين على بدء مرحلة أولى من إعادة الانتشار تقضي بانسحاب الحوثيين من مينائي الصليف ورأس عيسى مسافة 5 كيلومترات، بينما ينسحب الطرف الآخر مسافة كيلومتر واحد من مثلث كيلو 7 باتجاه شرق مطاحن البحر الأحمر. هذا التوافق يفترض أن يكون منطلقا لمرحلة ثانية يشترط الجانب الحكومي أن يتم خلالها استلام مقاليد الإدارة المحلية التي كانت بحوزته قبل 2014 تاريخ دخول الحوثيين إلى الحديدة، وهو شرط يبدو موضع خلاف كبير، خلاف جوهري يشكل عقدة التفاوض خلال الجولة المقبلة من المفاوضات. في الأثناء يواصل كبير المراقبين في الحديدة مايكل لولزغارد مساعيه للتقريب بين وجهات نظر تبدو متباعدة، وذلك على وقع خروقات مستمرة لوقف إطلاق النار في المدينة. خليل القاهري، التلفزيون العربي.
ولقراءة أوفى في هذه التطورات في اليمن ينضم إلينا عبد الناصر المودع الكاتب السياسي اليمني من عمان، كما ينضم إلينا من صنعاء حسين البخيتي الكاتب الصحفي. مرحبا بكما معنا. أبدأ معك أستاذ عبد الناصر المودع، هل برأيك تسرع جريفيث في الإعلان عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من الخطة؟ الحكومة في المقابل متحفظة، تقول إنها توافق ولكن بشروط. مساء الخير أخ جمال، وتحية لك وللأخ خالد. يبدو أن المبعوث الأممي حاول أن يقدم قراءة متفائلة جدا، خاصة عندما حدد أن العملية ستبدأ اليوم أو غدا، لأنه المواقف لا زالت على حالها تقريبا. يعني الحكومة تشترط أن أولا أن يكون هناك وضوح وقبول من الحوثيين بأن يسلموا ينسحبوا من الحديدة وغيرها من نقاط الخلاف الأساسية، فيما الحوثيون أيضا يريدون أنهم قابلون بأن ينسحبوا من ميناء رأس عيسى والصليف، وهذين الميناءين هما بعيدان عن الصراع وليس لديه وليس هناك من الشباكات قريبة، وبالتالي ليس هناك من أهمية استراتيجية للانسحاب من الانسحاب العسكري من العسكري تحديدا من هذين الميناءين. والحوثيين يهمهم الانسحاب من شرق مدينة الحديدة الكيلومتر الواحد المهم جدا، لأنه سيعمل عزل هذا الكيلومتر، سيكون هناك مراقبين دوليين، وبالتالي سيضمن الحوثيين بأنه لن تكون هناك كمعركة قادمة في الحديدة. هذا الأمر لا تريده الحكومة ولا تريده دول التحالف السعودية والإمارات، لأنه يعني عمليا بأنها معركة الحديدة حسمت وانتهت عمليا لصالح الحوثيين. لهذا الأسباب أرى بأنه من المبكر القول بأن هناك أنه سيحدث انسحابات كما ذكر خلال اليوم وغدا وربما خلال الفترة القادمة. الاتفاق لا يزال ربما سابق لأوانه بالنظر إلى أن الحكومة تشترط شروطا لم تتم الموافقة عليها بعد. أذهب إلى السيد حسين البخيتي من صنعاء. طيب في المقابل، إذا كان طلب الحكومة هو توقيع كل حزمة الاتفاق مرة واحدة، ما الذي يمنع الحوثيين من ذلك؟ لماذا هم يرفضون توقيع الاتفاق كحزمة كاملة كما تطالب بذلك الحكومة؟ لقد تم التوقيع على ذلك، وخلال مفاوضات السويد تم الاتفاق على هدنة شاملة في مدينة الحديدة، وتم سرد كل النقاط التي وافقت عليها ما تسمى بحكومة الشرعية. والغريب بل والمضحك أنه في تصريح حكومة هادي الذين قالوا بأنهم موافقون على الاتفاق، ولكن الطرف الآخر لا يلتزم، ومن كل هذه الأكاذيب التي يسردونها يجب أن نعلم بأن القوات التي في جنوب مدينة الحديدة وفي شرق مدينة الحديدة هي قوات تتبع الإمارات العربية المتحدة، لذلك ما تسمى بالشرعية ليس لها أي كلمة في إلزامهم بذلك، والإمارات العربية المتحدة لا تعترف أيضا بحكومة هادي، وقد منعوا هادي بالكثير من المرات من دخول عدن. لذلك أعتقد كان يفضل أن يكون هناك التزام مباشر من الإمارات، لأن الإمارات هي الرأس أو القوة المتواجدة. طيب على بعيدا على الأرض بعيدا ويمكنها إفشال عن دول الإمارات، قد نتطرق إلى ذلك لاحقا في الحوار. سيد البخيتي، مدينة الحديدة، نعم، الحكومة تقول بأنها تريد التوقيع على حزمة الاتفاق مرة واحدة بما يشمل الانسحاب من المدينة وإعادة السلطة المحلية السابقة لإدارتها وإعادة قوات الشرطة والأمن المحلي وإدارة الموانئ. لماذا يرفض الحوثيون ذلك؟ أخي العزيز، لقد تم التوقيع عليه في ستوكهولم، وأيضا بخصوص عندما يقولون عودة القوات التي كانت سابقا، وأعتقد أنهم يقصدون قبل 2014 أو قوات الأمن، أعتقد أن هذا لا يمكن، لأن تلك القوات هي كانت تخضع بشكل مباشر لهادي، ولكل طرف الآن هو مشارك فيما يسمى بالتحالف السعودي. بالتأكيد أن في الغالب المناطق التي تخضع لسيطرة صنعاء القوات الأمنية فيها كالشرطة العسكرية والنجدة والأمن هي موالية لصنعاء، وأيضا في المناطق التي تخضع لسيطرة التحالف السعودي القوات الأمنية تكون موالية لهم. لذلك الاتفاق حدد بالقوات المحلية، أي القوات المحلية المتواجدة الآن. قد يقول البعض بأنها قوات تتبع لصنعاء وتتبع لجماعة أنصار الله، لكن هذه القوات ليست القوات المقاومة
القاتلة أو القوات المسلحة التي يستخدمها جماعة أنصار الله في مواجهة السعودية. نعم، طيب وضحت الفكرة. أذهب إلى السيد عبد الناصر المودع. تفضل ضيفنا من صنعاء بأن القوات المتواجدة في محيط الحديدة هي قوات إماراتية. هنا ممكن نتساءل، هل القرار رفض هذا الاتفاق من طرف الحكومة هو قرار صادر بالفعل عن مصلحة يمنية حقيقية، أم هو ربما يأتي بإملاءات من التحالف العربي الذي كان على وشك أن يحسم الأمور عسكريا في الحديدة قبل تدخل الأمم المتحدة؟ الوضع حول الحديدة معقد جدا. صحيح القوات التي تقاتل في الحديدة هي قوات تتبع الإمارات مباشرة، حتى لا سلطة فعلية لحكومة هادي عليها، ولكن من الناحية الشكلية ومن الناحية الشرعية والدستورية المسؤول عن التفاوض عن هذه القوات هي حكومة هادي، ومن وقع في السويد هي حكومة هادي، والأمم المتحدة تتعامل مع حكومة هادي، وهناك مصلحة إلى حد ما مشتركة بين حكومة هادي والإمارات فيما يتعلق بعدم الانسحاب من الحديدة كما يريد الحوثيون. الحوثيون يريدوا أن يضمنوا بأن معركة الحديدة توقفت تماما، وهذا الأمر معناه أنهم سينتصروا، حتى لو أنهم انتصروا فيها، وبالتالي حتى لو سحبوا جزء من قواتهم عمليا سيستفيدوا من هذه القوات، ويتركوا الحديدة لقوات محلية هي عمليا ستظل تحت سيطرتهم، بمعنى السيطرة السياسية والإدارية والأمنية ستظل تحت سيطرة الحوثيين. وكان نص اتفاقية السويد فيه غموض في هذه الحالة، ولهذا كل طرف يحاول أن يفسر هذا الغموض لصالحه. الاتفاقية قالت بأنه تسلم المسؤولية لقوات الأمن المحلية، لم تحددها، وتحت قالت أيضا وفقا للدستور والقانون اليمني. الحكومة اليمنية تقول الدستور والقانون اليمني يجعل هذه القوات تحت إمرتها وهي من تعينها، بينما الحوثيين يقول القوات المحلية هي القوات الأساسية الموجودة حاليا في مدينة الحديدة. نعم. وبالتالي هناك مشكلة، تبقى هذه نقطة الخلاف الأساسية بالضبط، وهي هوية هذه القوات. طيب السيد حسين البخيتي، إذا كانت هذه القوات لا تتبع للحوثيين، لماذا لا يتم الإعلان عن هويتها؟ لماذا لا يتم التأكيد على أن هذه القوات ليست حوثية كما تقول الحكومة وتتهم الحوثيين بأن هذه القوات هي بالفعل تتبعها؟ أخي العزيز، القوات التي سوف تستلم من جماعة أنصار الله والجيش اليمني هي قوات محلية وأمنية، ليست قوات قتالية. لذلك اتفاق السويد وكان الهدف الأول والأخير منه سحب المقاتلين. لذلك إذا كانت قوات النجدة وقوات الأمن المركزي هي تخضع لصنعاء فهذا شيء طبيعي. لكن أريد أن أضيف أن لاحظت في بعض تغريدات المبعوث الأممي عن إحاطته إلى مجلس الأمن حاول استخدام المصطلحات العامة، مثلا قال اتفق جميع الأطراف، وذكر ميناء رأس عيسى وميناء رأس ميناء الصليف وميناء رأس عيسى، وثم ذكر ميناء الحديدة. هذه المناطق الثلاث هي تخضع في الواقع لسيطرة صنعاء ولسيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية. لذلك كان المفترض أن يحدد أن جماعة أنصار الله سوف تنسحب من هذه المناطق، ثم يذكر المناطق التي سوف تنسحب منها قوات التحالف السعودي، بل أنه أضاف بأن المناطق الأخرى وذكرها بما يسمى المناطق في مدينة الحديدة ذات صلة أو المنشآت الحيوية والإنسانية. هو لم يحدد منطقة محددة، أي أن السعودية أو الإمارات قد تعتبر أي منطقة غير حيوية وأي منطقة حيوية. وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك. كل في مكانه. نعم. ومتى سينسحب وإلى أين؟ نعم، حسين البخيتي الكاتب الصحفي كنت معنا من صنعاء، شكرا لك. كما أشكر أيضا الأستاذ عبد الناصر المودع الكاتب السياسي اليمني كان معنا من عمان.